اسكندرية بالنسبة لي ايه؟ بمنتهى البساطة ممكن اقولك الشتاء، بس هبقى بظلمها لان انا بحب البحر، مش بس البحر كبحر، فكرة التفاصيل، كل تفصيلة موجودة على البحر انا بحبها. واحد واحدة قاعدين قدام البحر ماسكين ايد بعض، تقدر من على بعد تحس قد ايه الناس دي بتحب بعض بجد، والناس دي يمكن لو في أجواء تانية ما كانوش هيبقوا قاعدين نفس القعدة دي بنفس روقان البلدة. ريحة الجو، ريحة البحر، كل التفاصيل دي أنا بعشقها. لو الواحد جاب اخره بقى، انت عارف اوقات بتحس انها قفلت معاك، ضلمت في وشك خالص، في اللي ينام، في اللي ياكل، في اللي يخرج، في اللي كل واحد بيعمل اللي يريحه، كل واحد بيعمل حاجة عارف انها هتظبط له موده. انا بقى لما بتقفل تلاقيني نزلت، ما برتاحش غير لما ابقى وسط الناس في الزحمة، انزل اتمشى في محطة الرمل، وسيبني بقى اقعد اشوف الناس وهي بتشتري وبتفاصل. حلاوة المكان اللي لسه زي ما هو، والناس زي ما هم، مفيش حاجة أثرت عليهم ولا حاجة غيرتهم، لا من بره ولا من جوه، بقى زيهم زي القلعة، بقالها فوق 1000 سنة بس فضلت وهتفضل رمز. وبيقولك ايه، هوية هوية، هي هوية للبلد دي، تخليك تقف وتقول هنا اسكندرية، هنا في حاجة مختلفة، وتتبسط وتقول ان انا من البلد دي ومبسوط وليها الفخر. فلو قلتلي اسكندرية بالنسبة لك ايه، وقلتلك هي كل حياتي، مش هيبقى كلام بقى اللي هو اغاني وبزق، لا اسكندرية حياتي، هي حياتي، لان هي مربوطة بكل تفصيلة في يومي، كل تفصيلة في حياتي. شايف ان الاخراج يعني هو سرد، فكرة ان انت تقدر تسرد حاجة بشكل يقدر يوصل اللي انت عايز تقوله، فدي حاجة بتبقى صعبة. وبالنسبة لي بتبقى صعبة اكتر في ان انا بحكي لحد موقف مثلا او قصة او ايا كان حاجة حصلت في وقت معين مثلا، وعايز اوصل له فيلينج او فكرة معينة، ممكن ما اقدرش ان انا اوصلها له كسرد، كان انا احكي له كلام، بس ان انا اقدر احكي له ده كصور، مجموعة من الصور تتكون تعمل مشهد،
فبالتالي المشهد ده بيوصل له القصة اللي أنا عايز أقولها. طبعا المشهد ده بيبقى متوقف عليه إضاءة، تصوير، موسيقى، رتم السرد نفسه عامل إزاي. الموضوع برضو بيبقى محتاج إشراف من المخرج، فالمخرج بتبقى مهمته إشراف أكتر من إن هو بينفذ، في نفس الوقت إن هو يقدر يسرد القصة، إن هي قصتك أنت كمخرج، فبالتالي أنت اللي لازم تحكيها، وبقية فريقك هو بيتعاون معاك إنك تقدر تحكي قصتك. هي دي الفكرة كلها بالنسبة للمدرسة اللي أنا بنتمي ليها في الإخراج. والإخراج بالنسبة لي هي حاجة أنا بحبها، أو السينما عموما هو مجال أنا بحبه، حاجة يعني أنا شايف إن أنا أقدر إن أنا أتعلمها بسرعة، وأقدر إن أنا أحبها إن أنا أعملها، أكون مبسوط وأنا بعملها. يمكن ميزة اسكندرية إن هي فيها ثقافات كتير متعايشة مع بعض في نفس المكان، و يعني ما تقدرش تحس بده، مفيش يعني اسكندرية كلها واحد، هي مدينة أصلا كوزموبوليتان تجمع ثقافات كتير مع بعض في نفس المكان، ده بيديها طابع بيخليها مختلفة عن أي مدينة تانية. هي حاجة بالإضافة ليها كلمة اسكندرية، إن أنت في مكان بيجمع بقى كل القصص والحواديت اللي أنت تحكيها. كل حتة في اسكندرية ليها حكاية معينة وليها قصة وليها موقف وليها حاجات كتير. البحر لوحده بيأثر في بداية أي حد عايز يبقى فنان مثلا، أو عايز سكة الفن عموما. الاحساس اللي انا عايز اوصله بيوصل، واحيانا يعني كان اللي بيشوف الحاجه بيشوفها بنظره تانية بشكل تاني غير اللي انا اقصده، فده كان يعني بيساعدني اكتر، ويعني فاهم بيحفزني اكتر يعني. يعني متضايقش مثلا لو حد شاف الفيلم اللي انت قصد بيه حاجه بشكل حاجة تاني؟ اه لو وصل له بشكل تاني عادي، ما انت ممكن تكتب تبقى عامل القصه للمشاهد بقى هو يشوفها بعينه. طب هل انت مثلا صورت فيلم او صورت حاجة في اسكندرية علشان توصل فكرتك؟ صورت قصة قصيرة يعني، بس بحكي فيها احساس معين حسيته في مكان معين في اسكندرية، بحاول فيه ان انا احكي الاحساس نفسه الفيلينج، في نفس الوقت ببين جمال اسكندرية. طيب الحاجة دي معاك يعني؟ اقدر انا اوريها لك دلوقتي. Thank you.
طفولتي كلها كانت في اسكندرية، مش بس طفولتي، كل مراحل حياتي. وفي كل مرحلة كانت اسكندرية بالنسبة لي مختلفة، كنتش محمل بالكم ده من الأفكار والدوشة. أنا مبقتش أشوف كل حاجة زي ما كانت، كبرت من ساعة ما بقيت بستمتع بأول سيجارة الصبح في محطة الرمل قبل ما تتزحم، وأنا حسيت إن أنا كبرت. كنتش بحفظ الشوارع أوي، كنت بستمتع بيها أكتر. من ساعة ما بدأت أحفظ الشوارع عشان أعرف أرجع، وأنا حسيت إن أنا كبرت. من ساعة ما بقيت بمشي لوحدي ومش عارف أنا رايح فين، مفيش حد ماسك إيدي يعرفني الطريق أو يقولي ما تبعدش عني، حسيت إن أنا كبرت. كنت على طول بمشي في شارع صلاح سالم مع ماما، على طول ماسك ايدها، ما بروحش يمين او شمال. اكتشفت بالصدفة ان لسه في ريحة اسكندرية في المنشية القديمة وشوارعها، المنشية القديمة اللي لسه محافظة على شكلها وعلى جمالها. بس الأدهى من كل ده إني قررت أروح أزور المقابر. كنت عايز أشوف قبر جدتي، وفي وسط الزحمة معرفتش أوصل له. المكان اللي كنت بروحه بسهولة، كنت فاكر إني لو جيته في مرة لوحدي من غير العيلة ودوشتها هعرف أوصل له. حسيت ان كل حاجة اتغيرت، مش بس انا كبرت، لا انا عجزت. فضلت الحاجة الوحيدة اللي لسه موجودة زي ما هي هتفضل موجودة، ان اسكندرية لسه محتفظة بجمالها في عيني، في عين كل بيحبوها او بيدوروا على ريحتها في كل شارع قديم عشان يرجعوا يشوفوا جمالها تاني. Thank you.